بالظروف الصعبة والقاسية والقاهرة ايش هالسلطة؟ همين بشار شو كرار؟ بردان؟ باردة باردة والله. يخبل ولا يهبل؟ يخبل يخبل يعني. مو قلت لك انا شي ناهي؟ سبحان الله يا ابو منير ايش هالطبيعه ايش هالطبيعه اي والله اي والله اشتاقينا للطبيعه اشتقنا والله اشتقنا مثل ما انتم مشتاقين لكن والله بسبب الضغط العمل يعني بعتذر منكم على تاخير الفيديوهات هلا نحن حاليا في اجمل قريه في الشمال التركي همسكون شوف هالمنظر راح نخيم هنا ان شاء الله وننام نعملكم احلى تغطيات يا الله ايش رايك هون؟ اتوكل على الله هنا تصير؟ ايه ارض مستوية اطلالة حلوة ايش رايك؟ يلا هاي الخيمة هلا رح نعبي مي يا جماعة طبعا الحنفية عن محل مكان تخييم تقريبا 300 متر لكن ليش ما خيمنا هون الصراحة؟ لأن هون ما في تغطية هون أجواء كثير حلوة رح نعملكم هلا تغطيات على الشلال والجلسات حلوة ما في تغطية ونحن حاليا بموسم رح يتواصلوا معنا أشخاص فلذلك رح نخيم فوق
كله رقيق.
والله تعبناك يا ابو منير. تعطيك السلامه اخو صايع، اهلا وسهلا فيك، نورت. ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. بسبب الظروف الصعبة والقاسية والقاهرة. بسم الله، ايش هالسلطة؟ الله بتشهي يا كرار. صحتين. اوه هاي معلقة لك وهي لي. بسم الله، تفضل. يلا، هذا لبن زبادي. بوشار، تعرف بوشار؟ انتو شو بتسموه؟ احنا شامية نسميها. شامية بوشار، همين بوشار. ما صارت البوشارة ابو منير؟ شو كرار؟ بردان؟ باردة باردة والله.
يا ابو منير باردة يا زلمة. انا بدي اطلع لبرا نسترجي نطلع ولا بلاها؟ لا لا باردة باردة. شوف الندى هذا مع المي ما عرفاني ما جاي اشوف ولا ما ادري مو صح؟ اي والله من البرد يا جماعة. الندى شايفين الندى عسقفية الخيمة. يلا نحن هلا جاهزين للنوم راح ننام. انا هون فرشت. تصبحون على خير. احلى نومه يا جماعه في اجواء الطبيعه. بتناموا 5 ساعات تشبعوا نوم. ليش؟ عندي اكسجين. بتحسوا راحه نفسيه. هذا طبعا راح نساوي شكشوكه او جزمز نحن بنسميها. نفطر ونتوكل على الله على طرابزون. خلصنا بندورة. هلا ايش هنساوي يا جماعة؟ هنساوي الشاي عشان ايش؟ عشان يختمر الشاي التركي. بده اقل شيء 3 ساعة حتى يختمر، فلذلك بنجهزه لبين ما نساوي الشكشوكة. اوه غليت المي. وبعد ما خلصنا هاي هيك بنحطه هذا هون، بنضيف له مي مرة ثانية. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. هاي الكفتة زات من امبارحة يا جماعة، راح نسويها مع الشكشوكة. صحيح هو تخبيص بس يعني.
يا عين. اوه كثر الملح، يلا اطيب. شاي تركي يا جماعة، روعة الصبحية. اللي بتعود عليه ما بيقدر بلا الصراحة. والله البيض مع الكفتة يا كرار بهبل. يخبل ولا يهبل؟ يخبل يخبل. مو قلت لك انا شي ناهي؟ والله انت فنان لك صحتين. معلم الفلفل فيها شوية حد، حارة شوي بس روعة. صحتين صحتين يا ابو منير. تفضل يا كرار. يا الله.